مرحبا بكم في هذا اللقاء مع الأستاذ نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية لمناقشة عدد من القضايا الراهنة. مرحبا بك. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. صدر اليوم بيان لعدد من الشخصيات المغربية من مشارب مختلفة يطالب الأوروبيين وخاصة سلطات السويد أن تخرج عن سلبيتها وأحيانا تواطؤها وأن تترجم مبدأ الدفاع عن حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير إلى إجراءات قانونية تمنع تكرار الإساءات وتقطع مع ممارسة الكراهية. كان هذا فقرة من بيان وقعته أزيد من 100 شخصية حول واقعة إحراق المصحف الشريف، وقد وقعتم عليه سيدنا بن عبد الله اليوم. ما هو تعليقكم على هذه التحولات التي تعيشها أوروبا وقيمها الداعية إلى الحرية واحترام الأديان ومحاربة الكراهية؟ اليوم كأننا أصبحنا لا يمكن أن نحرق مثلا علم المثليين، يمكن أن تقوم قيامة إذا تم إحراق علم المثليين، ولكن يمكن حماية إحراق المصحف. في نفس السياق أصدرنا كذلك بلاغ للمكتب السياسي بمناسبة الاجتماع الدوري الذي عقدناه البارح، وأكدنا على أن رفضنا وشجبنا لإحراق المصحف الكريم. اسمح لي نقولها بهذا التعبير، على عينيك يا ابن عدي، بمعنى بتواطؤ بل ربما بمباركة وحماية حتى من قبل السلطات السويدية. وهذه وقائع متكررة، وهذه مش المرة الأولى. وبالتالي أن يكون هناك بعض الأطراف التي تعادي الإسلام أو أنها لا تقبل التعبيرات الدينية المرتبطة بالإسلام، حقها الله يعاونها، ولكن أن يكون هناك مساس بمقدسات وسعي إلى الاستفزاز وسعي إلى الهجوم على مشاعر المسلمين، أزيد من مليار مسلم، ربما مليار ونصف في العالم، بهذه البساطة. وأن هذه الدول خاصة التي تحتل الصدارة فيها، بمعنى البلدان الاسكندنافية مثل السويد، التي تتبجح وتدعي حقوق الإنسان واحترام كرامة الإنسان واحترام الديانات واحترام الحرية في الاختلاف واحترام الحضارات وغير ذلك، أنها هي تسمح بذلك بذريعة الحرية. حرية ماذا؟ حرية أنه تسمح لناس من هذا النوع متطرفين ينتمون من دون شك إلى أوساط يمينية متطرفة، إن لم تكن فاشية إن لم تكن نازية، أنهم يقوموا بتعبيرات استفزازية من هذا النوع. هذا الأمر ينم كما قلنا في البلاغ ديال المكتب السياسي، وهي موجودة كذلك في البلاغ اللي وقعت عليه عدد من الشخصيات، على تحولات عميقة وخطيرة التي تقع في مجموعة من المجتمعات الغربية. أولا، من خلال عدم قدرة هذه المجتمعات على التعامل مع التطرف ومع كل المقاربات الإقصائية، المقاربات اللي حقيقة لا تحترم الاختلاف، المقاربات التي تنشد العداء للآخر، قد يكون مسلم أو قد يكون شيء آخر. هذه أمور كانت شبه محرمة عند هذه الدول، ودساتير هذه الدول وقوانينها الأساسية، قوانينها الأساسية تنص على ضرورة احترام التنوع والتعددية وغير ذلك. اليوم أصبح وكأن هذه الأمور مباحة، أصبح وكأن هذه الأمور هناك من يجد لها مبررات. وإذا أضفنا، وهذا الشيء كذلك قلناه في البيان ديال المكتب السياسي، إذا أضفنا تصاعد والتنامي
ديال الأعمال ديال العنف الإجرامية إزاء المنحدرين من أصول غير أصول أوروبية مباشرة، خاصة العرب والمسلمين كما حدث في فرنسا. إذا أضفنا هذا الصعود ديال اليمين المتطرف في عدد من الدول الأوروبية، كنشوفوا بأنه هذا الأمر أصبح مقلقا جدا بداية بالنسبة لهذه المجتمعات في حد ذاتها، أي أنه أصبحت هي بنفسها كالضرب في المقومات الأساسية اللي بنت عليها مجتمعاتها وديمقراطيتها، اللي هي بنفسها وبدورها في خطر. هذا الجانب الأول. والجانب الثاني الذي نبهنا إليه هو أنه من الغريب جدا أن هذه الدول كتبجح بذلك وكتواخد دول أخرى منها، المغرب على عدم احترامها للتعددية ولحرية الاختلاف ولحقوق الإنسان ولغير ذلك من الأمور كلما وجدت الفرصة إلى ذلك. لكن ها أنتم اليوم تقومون بأشياء خطيرة وغير مقبولة تماما. تصوروا لو احنا قدمنا على أننا حرقنا الإنجيل أو حرقنا التوراة في الشارع المغربي أو أي بلدان بلد إسلامي آخر قام بذلك، كيف كان سيكون حتى يعني كما قلت لك يعني حتى إحراق يعني عالم مثل المثلية لو لقامت القيامة يعني لو في أوروبا فعلا. هذه ظاهرة، هذا موضوع يمكن نرجع له، لأن اليوم الأمر ليس مرتبطا فقط بالحرية الفردية، الأمر مرتبط بأن بغطاء الحرية الفردية بالنسبة للشيء اللي كتكلم عليه ديال المثلية، هناك هجوم على حرية الغير. كاين مشكل اللي بغى يكون ما يريد أن يكون فليكون، لكن أن الأمر يولي ضغط على المنظومة القانونية وضغط على تنظيم المجتمع وضغط على المدرسة كيف يتعين أن تنظم والدروس كيف تلقن وغير ذلك فيما يمكن أن يمس بالناس كلهم كما كانوا مسلمين مسيحيين يهود أو غير ذلك، راه الأغلبية الساحقة اليوم في العالم ناس اللي باغين يحافظوا على أمور اللي كيعتبروهم طبيعية. واليوم هناك هجوم على هذا الأمر بشكل مخيف جدا. هذه هي التحولات العميقة اللي بديت كنهضر عليها، هذه هي المستجدات التي تخيف واللي كتجعل بأنه كما قلت لك احنا ودول أخرى توجهنا واحد النوع ديال الأبوية وتواخذونا، ولكن لما كيوقع عندكم هذه الأمور كما كتنساو حقوق الإنسان والحرية والحق في الاختلاف وضرورة حفظ كرامة الإنسان وغير ذلك. الشيء ديال السويد احنا هضرنا عليه، الشيء ديال هناك غادي نسولك على الموضوع ديال فرنسا، لانه فعلا هو موضوع ايضا يسائل القيم الفرنسية، واحد الواقعة اللي هي اثارت يعني موجة من الغضب اللي هي قتل يعني قاصر من طرف شرطي من مسافة يعني قريبة جدا ووثقتها الكاميرا، وكيف انه تم جمع تبرعات لفائدة هذا الشرطي القاتل يعني وصلت الى ازيد من 1,600,000 أورو. يعني ما يعني اي قيم باي قيم يمكن ان نبرر هذا الفعل اخلاقيا وقانونيا؟ هناك تحولات عميقه وخطيره ومقلقه ومخيفه. انا عشت في فرنسا لما كنت طالب وتقديت فيها تقريبا 10 سنين. كانت آنذاك بعد التمظهرات والتجليات العنصرية كان هناك وجود على أي حال في حدود ديال اليمين المتطرف، كانت هناك خطابات قليلة جدا معادية للإسلام وللعرب، ولكن قليلة محتشمة، ولكن السواد الأعظم ديال المجتمع الفرنسي آنذاك كان لا يمكن أبدا أن يقارب هذه المواضيع بشكل سلبي أو أن يتبنى العنصرية أو أن يتبنى العنف ضد المهاجرين وبالأحرى ضد القاصرين أو أن يقول ما يقال اليوم وما يفعل اليوم. هذه عملية ديال القتل مباشر.
لما كنجيو في هذا الشيء هذا من بعد ردود الفعل التي رايناها التي لا تذهب الى البحث عن الاسباب الحقيقيه الكامنه وراء هذا الشيء اللي كيحدث وهو يتكرر وربما غيتزاد وربما سيؤدي الى مجموعه من الاحتجاجات قد تكون عنف من هذا الشيء اللي شاهدنا مما لا يبرر اللجوء الى العنف. وشخصيا أريد أن أؤكد بأنني لست من الذين يعتبرون بأنما الجواب على هذا النوع من العنف بعنف أفضع مع إحراق المتاجر والشوارع العامة والممتلكات العمومية إلى غير ذلك أنه لا يفيد في شيء، خاصة عندما يتوجه إلى تلك المؤسسات والبنيات التي تعود بداية إلى هذا النوع من الناس اللي هم محرومين وكذا. ولكن عندما ترى هذا الشيء اللي قلتي بأنه يتجمع هذا المبلغ المالي، هذا أمر لم يكن أبدا ممكنا في تلك الفترة اللي تكلمت لك عليها، وهذا دليل على باش أولا غير باش يديروا المبادرة ديال يشكلوا صندوق كانيوت كما كيقولوا باش يديروا فيها هذه المسألة، ما كانوش يشعروا بها حتى إلا داروها ما يقولوهاش، يديروها غير بيناتهم، وكانت غتجمع شي حاجة قليلة. وحتى أصحاب المبادرة قالوا بأنهم كانوا كيطمحوا إلى أنهم يجمعوا واحد 50,000 أورو، لما كيجمعوا أزيد من 1.5 مليون ديال الأورو هذا أمر مخيف جدا ودليل على أنهم هما براسهم اضطروا يوقفوا لأنهم الله فين كانوا غيوصلوا. فهذا تحول اللي هو تحول خطير ماشي فقط على هذيك المجتمعات، ماشي فقط على هذه الشعوب، بل وكما نبهنا الى ذلك في البلاغ ديال المكتب السياسي، خطير بالنسبه لمستقبل العلاقات الدوليه وعلاقه الغرب بباقي الحضارات وباقي الفضاءات في العالم بما فيها نحن، وينبئ حقيقه بتطورات اللي غتكون منغلقه اكثر. زيد على هذا الشيء المسألة الباخرة اللي جبدنا، كتصور أنه هذه كذلك مسألة ما يمكنش كان يقبلها العقل الإنساني الأوروبي وبالأحرى الفرنسي في 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 وقت سابق، أنهم يتركوا هكذا باخرة فيها مئات ديال الناس وديال المهاجرين ويخليهم يموتوا في عرض البحر على مسافة قريبة من الشواطئ الأوروبية. وهذه التحولات كلها حقيقة يتعين أن ننتبه إليها وأن تكون لنا مواقف وأن نسائل هذه المجتمعات وأن نقول لهم أين الدروس ديالكم؟ فينا هي حريات وحقوق الإنسان وكرامة الإنسان والمعتقدات اللي كتنطلقوا منها والتسامح وغير ذلك؟ شوفوا راسكم شنو كديروا الآن، ما فيها بس انكم تنتبهوا الى ذلك. سي نبيل، غادي ندخلوا شويه للشان. هذا موضوع عنده علاقه مع المغرب، ولكن المواضيع اللي غادي نديروها الان هي مواضيع ذات شان يعني تمس المواطن المغربي مباشره. ونبداو بموضوع ديال عيد الاضحى اللي عانوا فيه المغاربه مواطنين من ارتفاع فاحش للثمنات او الاسعار الاضاحي، رغم ان الحكومه خصصت ميزانيه مهمه لدعم الاستيراد يعني 500 درهم للرأس وإعفاء من رسوم الاستيراد، ولكن هذه العمليات الاستيراد ما ظهر لها حتى شي أثر على الأسعار يعني بالنسبة للأضاحي. كيفاش تبعتوا هذا الأمر واش كتشوفوا بأنه هذه السياسة اللي دارت الحكومة كيفاش كديروا التقييم ديالها كحزب؟ بشكل موضوعي يعني بلا مبالغة وماشي لأننا في المعارضة، ولكن بشكل موضوعي عندما نبهنا هذه الحكومة في رسالة مفتوحة واللي تعاملوا معها السيد الرئيس بالخصوص والحزب ديال السيد الرئيس بشكل ما يمكننا إلا نستأوله وما بغيناش نعلقوا عليه أنا ذاك لأنه ذو المستوى، عوض أنهم يفسرونا أنهم عمليين قلبين المقاربه، ولكن ما باغينش يعترفوا بها. وهذا الشيء ديال الاضاحي ديال العيد دليل على ذلك، انا غنرجع له. عندما كان غلاء الاسعار ضرب الاطناب ديالو وعموم المواطنين بما في ذلك الفئات الوسطى وحتى الفئات الوسطى اللي ميسر عليها الله شويه،
كتشتكي والقدره الشرائيه ديالها تمست والناس كلها في غليان. هما استمروا في ما يقولون بعدم التدخل، ما بغاو لا يقيسوا في الضريبه على القيمه المضافه، لا يقيسوا على حقوق، لا يقيسوا حقوق الاستيراد، لا ينفذوا القانون ديال حريه الاسعار في مادته الرابعه باش يحدوا على الاقل مؤقتا من ارتفاع الاسعار، لا يقدموا دعم مباشر كما فعلت الدول الاوروبيه اخرى، ما بغاو يديروا حتى شي حاجه، تركوا الامور ليتحمل الشعب، ليتحمل الشعب. وهذا الشيء راه غيدوز، داز نسبيا، هبطت شي شويه الاسعار، ولكن راه باقي لم تعود ابدا الى مستواها الذي كان من قبل، استمروا. ولكن اللي ما اكدوش عليه بقوه هو انهم دخلوا اموال طائله من عمليه ارتفاع الاسعار، لان الموارد اللي دخلوها عبر الضرائب غير المباشره تجاوزت بالنسبه للسنه الماضيه واحد 50 مليار ديال الدرهم، وهاد السنه ما عرفتش لان الرقم ما عطاوش. الان كيجيونا الاضحيه ديال العيد وعوض، اش كنقول لكم، كيقلبوا الامور عوض انهم يشوفوا شكل من اشكال الدعم المباشر للمواطنين اللي كيكتويو واللي عندهم العيد مساله مقدسه واللي ضروري انهم يضحيوا في ثقافتنا الاسلاميه والمغربيه. عوض ما يلقاو شي حل لنا واش قالوا؟ غنمشيو ندعموا المستوردين وغنعطيهم 500 مليون 500 درهم للراس، وراه هذا الشيء غيساهم في انه يهبط الاسعار. والواقع دل على ان الاسعار بقات مرتفعه الى اخر يوم، وبان النتيجه الوحيده هو ان اوساط معينه والبعض منها عن سبق اخبار بذلك، وهذا الامر راه قضائيا يمكن ان يتابع، اغتنوا عمرو جيبهم على حساب المواطنين، والمواطن ما استفدش ابدا من كل ذلك. واش هذه هي الحكومه الاجتماعيه؟ واش هذه هي الحكومه اللي كتقول انا غنبلور مبدا الدوله الاجتماعيه؟ واش هذه هي الحكومه التي تقول بانه حكومه قويه وحكومه سيكون لها تعامل مع المواطنين على جميع المستويات وغنعطيو دعم مباشر وغنديروا هادشي كله؟ ما شفنا منه والو لحد الان. حاجه اللي شفنا هو بعد التقدم الطفيف على مستوى التغطيه الاجتماعيه، باش نكون موضوعي، على مستوى القوانين وعلى مستوى المراسيم، مع صعوبات حقيقيه بالنسبه للفئات اللي ما عندها والو، لان حتى ديك القسط اللي خصها تاديه باش تشترك ما عندهاش باش ديرو، وهذا الشيء ما واخدينوش بعين الاعتبار. من غير هذا الشيء هذا، فين هو الدعم المباشر؟ فين هو الرفع من اجور المتقاعدين ومن معاشات المتقاعدين؟ فينا هي واحد العدد ديال الفئات اللي تقال عليها بانهم من غير ديال التعليم؟ وديال التعليم لحد الان المبدا موجود على مستوى النظام الاساسي، ولكن البلوره ديالو مازال ما كاينه. كذلك الشان بالنسبه للتعليم العالي، بمعنى يتم تاخير كل هذه الملفات ربحا للوقت وللامكانيات الماليه، ها، وتاجيلها الى اجل غير مسمى، والحكومه تستمر. انا اتساءل، واش واعيه هذه الحكومه بانها كتلعب بالنار؟ واش واعيه هذه الحكومه بانه راه المغاربه صبارين ولكن راه كاينين حدود، كما تقول الاغنيه للصبر حدود. فلذلك اذا كانوا سياسيين فعلا، كنتمناو انهم مع الدخول هما كيقولوا بان ما غيديروا واحد العدد الامور، الدعم المباشر في السكن والدعم المباشر المواطن المباشر يعني في جيوب المغاربه حتى هو غيديروه، والتغطيه الاجتماعيه وما عرفتش. كنتمناو ان هذا الشيء غنشوفوه، لان ما شفناش راه ما يمكنش، راه حبل الكذب قصير. سي نبيل، ايضا المعارضه حتى هي يعني كاين واحد النوع من الضعف، الاحزاب ديال المعارضه سواء داخل البرلمان او خارج او كاحزاب، يعني ما كاينش واحد الحركيه اللي فعلا تلعب واحد الدور يعني اللي تبين وتواجه بحال هاد السياسات.
قمتم بمبادرات من قبل رسالة اللي وجهتم رئيس الحكومة واللي كان عندها رد فعل، قمتم بعملية تنسيق مع الحركة الشعبية مع حزب مع النقابة ديال الاتحاد المغربي للشغل، ولكن بعد في مؤخرا شفنا واحد نوع من البرود في الحركة ديالكم كحزب، كنت وجهكم كحزب الواقع. وربما سنعود للموضوع كذلك ما نتكلموا على، لان دابا جبدنا فقط الجانب الاجتماعي في عمل الحكومة، ما قربنا للاقتصادي اللي مفروض انه يكون هو الواجهة الأساسية ديال هذه الحكومة بالنظر لطابعها الليبرالي اليميني. مش متقاش تقولنا حاجة أخرى، هذيك الدولة الاجتماعية وديك الخطاب، هذه دولة، هذه حكومة ليبرالية يمينية تدافع بداية عن مصالح الأثرياء وعن عدد من الأوساط اللي حقيقة أوضاعها تحسنت في مقابل أن الأوضاع ديال عموم الشعب عرفت تراجع على مستويات متعددة. لما تعاملنا مع هذا الواقع بعد ما شفنا نتائج الانتخابات، بعد ما شفنا أنهم عندهم أغلبية مطلقة على مستوى مجلس المستشارين، على مستوى مجلس النواب، على مستوى الجهات 12، على مستوى أهم المدن، يعني مسيطرين تماما على هذا المستوى، مسيطرين وفي مقابل ذلك بضعف سياسي عمرنا ما شفناه، وهذا هو اللي ربما نرجع له في الموضوع الديمقراطي، بعدم قدرة على التواصل مع المغاربة، بعدم قدرة على إقناع المغاربة، ناهيك على أنهم ماشي في الموعد بالنسبة لانتظارات المغاربة. حاولنا باش نواجهوا هذا الشيء هذا أننا نتعاملوا مع الموجود. الموجود هو المعارضة البرلمانية المؤسساتية بصعوبات مرتبطة بالتنسيق، على الأقل بالنسبة للربعة ديال التيارات الأساسية، اتحاد، الحركة، احنا، العدالة والتنمية. تلاحظون معي بأنه بغينا ولا كرهنا هادشي ماشي بالضرورة منسجم، والبعض من هادو ما باغيش يجلس مع الآخر. نضيف إلى ذلك إضافة إلى تواجد متواضع ديال تيارات يسارية تقول عن نفسها بأنها متجدرة، لكذلك هذيك رفضة تماما أن تتعامل مع أي كان تقريبا. فنحن نسعى إلى أن نكون يعني نافذين، نحاولوا حقيقة نأخذوا بعين الاعتبار هذا الشيء. فسعينا إلى أننا نديروا اتصالات مع أحزاب، خاصة بالموازاة مع الرسالة اللي وجهنا الرئيس الحكومة، تلاقينا بالبعض منها، كنحاولوا نلقاو سبل التنسيق مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مع الاتحاد المغربي للشغل. في حدات اللقاءات اللي عقدناها كانت إيجابية، لكن لحد الآن لم تتبلور على مستوى الواقع رغم مساعينا. كذلك الشأن بالنسبة للحركة، مع العلم أنه واخا كننسقوا نجد أنفسنا في تناقض عندما نصوت على بعض النصوص، كما حدث بالنسبة لقانون الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء وخدمات التصدير السائل، أو بالنسبة للجنة المؤقتة، العار هذا الحقيقي اللي وقع بالنسبة للصحافة، هذه اللجنة المؤقتة اللي تفرضت حكوميا بالنسبة لتدبير شؤون الصحافة. وبالتالي فعلا نجد مع العدالة والتنمية كذلك كاين هناك إمكانية ديال العمل، ولكن بصعوبة، لأنه في بعض الجوانب كاين هناك اتفاق في قضايا عندها بعد اجتماعي، في بعض الجوانب أخرى سياسيا أو بارتباط مع الحريات كاين اختلاف واضح موضوع. في إطار الاحترام نسعى إلى تدبير هذا الاختلاف، سنعود إليه ربما بالنسبة للقانون الجنائي ومدونة الأسرة وغير ذلك. فبالتالي هذه هي الصعوبة اللي احنا عايشينها اليوم، عايشينها كحزب نعترف بها. يعني درنا الرسالة كان عندها وقع، نسعى من بعد الرسالة إلى أننا نتصلوا بهذا المقومات الأساسية ديال الساحة السياسية اللي كاينه، هي هذه اللي ذكرت، ما كاينش حاجة أخرى. وفوق ذلك نسعى إلى تحريك المجتمع فيما تبقى من منظمات ديال المجتمع المدني، من منظمات اجتماعية اللي يمكن معاها نخدموا في بعض الجوانب، الناس ديال الأسامير، الائتلاف، نخدموا معاهم دعما لإعادة إحياء الأسامير، الناس اللي كيدافعوا على أوضاع
الساكنة في الجبال اللي كيعرفوا ظروف نعملوا معهم حول ذلك، الناس اللي كيعملوا لمحاربة المال الحرام أو غير ذلك نعملوا معهم، الناس اللي كيعملوا بالنسبة للدفاع عن حقوق الإنسان أو المساواة نحاولوا نعملوا معهم. نسعى إلى أن نجد هذه صعوبة التي نعترف بأننا نحياها، وربما هي دالة على واحد الخطورة ديال التراجع اللي موجود اليوم بالنسبة للساحة السياسية، بالنسبة للفضاء السياسي، لقدرته على التأثير. وحتى هادو اللي في الأغلبية عندك يكونوا كيوهموا راسهم 5 مليون الأصوات وداك الشيء كامل اللي كتكلموا عليه راه على مستوى الواقع ديال المواطنين، راه كل نفس فينا وحدة ضعف التأثير هو حقيقية بين المواطنات والمواطنين وبين الفضاء المؤسساتي والسياسي والحزبي والمدني. لكن فهم من هذا السنابيل أنكم مرتاحينش للمشهد السياسي، لا وضعية الحكومة ولا وضعية المعارضة ولا النقابات ولا قطاع ديال الصحافة، كان فهم هذا أنه ما كاينش ارتياح. فعلا عبرنا عن ذلك مرارا وتكرارا، نقول بأنه يتعين الانتباه بجدية إلى هذا الواقع. ما حدث في بعض الدول الأخرى دل على أنه هناك تحولات عالمية تحنا كنعرفوها بالنسبة للساحة السياسية المؤسساتية، تعامل ديال عموم المواطنين مع مبدأ التمثيلية، مع مسألة التمثيلية الديمقراطية لا ريبريزونطاسيون ديموكراتيك، المواقع الاجتماعية والدور ديالها والتعبير المباشر الحر ديال أي كان، هذه كلها أمور اللي احنا كذلك في المغرب كنعرفوها. لكن بالإضافة إلى ذلك تاريخ الحديث اللي عرفناه أدى إلى إضعاف الطبقة السياسية عموما، وقدرة التأثيرية ماشي غير فقط ديال الطبقة السياسية، الطبقة السياسية والحركة المدنية والاجتماعية أدى إلى إضعاف الصحافة الوطنية ودورها ماشي فقط في الإخبار لكن كذلك في المراقبة، في التأثير، في إبراز القيم والمبادئ الأساسية اللي كتأثر المجتمع. هادشي كله موجود اليوم ومع الأسف لن نجد مع من نناقش ذلك. علاش؟ لأن هذه الحكومة اللي أمامنا هذه أمور مغيباها الديمقراطية. لاحظوا معايا ما كنهجمش عليها هكاك، منذ الآن تقريبا سنتين ما كاينش ولو خطاب سياسي واحد مرتبط لا بالديمقراطية ولا بحقوق الإنسان ولا بكيف يمكن أن نعالج أوضاع الأحزاب ومستقبلها، كيف نحضر الانتخابات المقبلة، كيفاش نشوف تقوية النسيج التأطيري والوساطة اللي كيهضر عليها الدستور داخل المجتمع. هادشي مغيبين تماما في دار غفلون، وهم مطمئنين هاد الحكومة كيعتبروا بأنهم راهم خدامين وكل شيء بخير، ولكن ما واعينش ما يكفي ربما بأنه راه كاين هناك غليان وكاين هناك أوضاع اجتماعية وكاين ضرورة ديال أننا راه ما كاينش بلاد كيمكن ينجح في عملية التغيير وينجح في عملية الإصلاح وينجح في حمل مشروع تنموي. وقلناها بالنسبة للمشروع التنموي كحزب الحين عليها، قلنا اللي كينقص في هذا المشروع التنموي هو أنه الجديد أو النموذج التنموي الجديد اللي غيبته هذه الحكومة هي ما بقاش تهضر عليه، اللي ناقص هو أنه ما كيتكلمش على من سيحمل هذا التغيير، أي طبقة سياسية وأحزاب ومؤسسات قوية طبقا للدستور اللي قادرة أنها تقنع المغاربة، تعبئهم، تفسر لهم شنو هي القرارات، وإن كانت قرارات اللي يمكن تكون قاسية إزائهم، ولكن هادشي ما موجودش. فبالتالي حذاري مما نحياه على هذا المستوى، وذلك نتمنى ان تستفيق الحكومه من هذا الوضع هذا. وحنا كذلك راه ما راضينش على راسنا حتى كحزب ما راضينش على راسنا، لانه بقوه ما يحدث نتاثر بهذا الجو ونحاول ان نصمد اقصى ما يمكن، ونحن في حاجه حقيقيه الى اننا نحركوا، وهذا هو مبتغانا، واحد الحركه اجتماعيه أو حركة مواطنة نسميهم موفمون سوسيال ولا موفمون سيتويان، نحاولوا مع أطراف مختلفة نحاولوا نعاود ندكيو فكرة اليسار حتى من خارج الجدران ديال الأحزاب الحالية. حنا ما متشبتينش بشكل يكاد يكون تقديسي للآلة الحزبية ديالنا، حنا ما يهمنا هو شنو هي الأدوات اللي يمكن تأثر بشكل مناسب
عموم المواطنات والمواطنين وخاصة الكادحين منهم والمستضعفين باش ندافعوا على مغرب الذي نريد، مغرب الكرامة والحرية. يعني في نفس السياق نتكلموا على الجسم القضائي والحملات يعني أو الاعتقالات اللي كانت في عدد أوساط عدة قضاة يعني خاصة في الدار البيضاء، واللي كانت مؤشر على يعني ظهور يعني فساد يعني في المحاكم. فكيفاش تبعتوا هذا الموضوع ديال الاعتقالات ديال عدد من القضاة ومتابعتهم؟ اولا هذا الشيء اللي ذكرت ديال هذا الواقع السياسي ديال هذه الضبابيه الموجوده، حتى لا اقول كلمه افضح بالنسبه للساحه الديمقراطيه والمؤسساتيه، عندما تكون الاوضاع في اي دوله كما كانت لما كتكون تتسم بهذه السمات على المستوى السياسي العام والديمقراطي وما كاينش واحد الانفتاح ديمقراطي قوي، بل هناك في بعض الامور تراجع نلاحظه، هناك كذلك ناس اللي اليوم صبحوا في المجتمع كي مبقاوش حتى امور اللي كانت عاديه جدا انهم يتكلموا فيها، ولا كيقول لك علنا ما نتكلمش انا في هذا الشيء، امور اللي ربما عشناها هذه واحد عقود من الزمان. ملي كيكون جو هكذا معمول بالنسبة لكل من يوجد في موقع قرار بشكل ما يسعى في هذه الضبابية إلى أن يستفيد حالا من هذا الموقع القرار اللي فيه، وهنا كيكثر الفساد، وهنا كتكثر الرشوة، وهنا كتكثر المظاهر السلبية اللي كيمكن نشوفوها في المجتمع. ولذلك ماشي من الغريب أنه نشوفوا بأنما برزات بعض الحالات في الساحة الانتخابية ديال المنتخبين او في الساحه ديال القضاة، او ربما اذا بحثنا يمكن هذا الشيء يبان في الساحه ديال الاداره. قضيه ديال اعتقال محمد مبديع هل فاجاكم؟ اللي بغيت نقول لك بانه الانتخابات الاخيره، وهذا الشيء خصنا ننتبهوا له كذلك، هذه راه ماشي حاله متفرده. الانتخابات الاخيره استعمل فيها بواحد الشكل اللي عمرنا ما وصلنا له. المال عرفناه حتى في الانتخابات ديال 63 او 62 عرفناه في ذاك الوقت. اغراء المغاربه بوسائل ماديه كان موجود، ولكن هذه الانتخابات الاخرى الملاير اللي تدفقات واللي نبهنا لها، كاين شي واحد يمكن يجي واخد حزب التقدم الاشتراكيه وشخصيا ما نددت به انذاك بانه هذا الشيء راه مش ممكنش، ها القفة في العيد الصغير العيد الكبير الأضحية رمضان قبل الانتخابات من بعد في وسط الانتخابات، داك الشيء اللي دار بواحد الشكل اللي حتى شي حد ما قد انه يوصل لذاك المستوى. ولكن في النتيجة ديالو شنو عطى؟ النتيجة ديالو انه اعطى ان الناس اللي اليوم الأغلبية ديالهم، أغلبية أقول ماشي كلهم طبعا، ولكن الأغلبية الساحقة ديالهم اللي موجودين في البرلمان في المجالس الجهوية في المدن الكبيرة في المجالس الإقليمية والمحلية، هاد الناس أساسا في الجانب الانتخابي راهم كيدافعوا على مصالح غير معلنة فاسدة. راه ماشي الناس هنا كيمثلوا الباترونة ديال السي جي ام هما اللي موجودين إلى ستنيتي داكشي اللي كاين في الغرفة الثانية ديال التمثيلية الرسمية، يعني كيمثلوا الاقتصاد الظاهري الاقتصاد الفورمال يعني الموجود. هادو راه أغلبيتهم مرتبطين بالاسواق البلديه بالكريانات بالنقل العشوائي بواحد المجموعه من المجموعه ديال المبديع عندها واحد ساين ما مرتبطاش غير بداك الشيء، مرتبطه كذلك بناس الذين يريدون استغلال موقع القرار البلدي او الجهوي او غير ذلك اللي فيه ميزانيات عموميه واللي فيه امور من اجل انهم يستغلوها لاغراضهم الشخصيه. كاين اللي باغي يستغل غير التيتر غير المنصب ديالو ديال المنتخب باش يفتح له ابواب ديال انه يولج قبل غيره الى مصادر ديال 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 ادخال المال الى غير ذلك. هادشي كله تنامى ونبهنا اليه وقلتها في مناسبات اخرى، بالتالي حذاري، لانه الا ولا النظام الانتخابي ديالنا مبني لما كان مبني جزئيا على ذلك، بون كاين هادشي وكاين المناضلين وكاين الناس اللي متشبتين بمبادئ وكاين الناس عاديين وكاين يعني،
ولكن لما غيولي مبني بنسبة كبيرة جدا على هذا الشيء، وربما يمكن يتكاثر هذا الأمر هذا في الانتخابات المقبلة ديال 2026، لأن من دون شك هذه الحكومة غتبغي أنها تبين بأنه ما مارسته لمدة 5 سنوات أنها نجحت فيه. ومعيار النجاح هو أن الانتخابات يعود يجيبوا فيها الأغلبية. إذا كان الأمر يستدعي عود تاني استعمال الملايير من أجل ذلك، غنزيدوا إفساد على إفساد. وهذا الأمر ربما باش نوضع هذه الحالة اللي ذكرتها، راه ماشي حالة ربما معزولة لأنها ظهرت دابا، ولكن راه هذا الأمر إذا بحثنا سنجد أنه هناك مظاهر مخيفة، وهذه المظاهر المخيفة راه ماشي غايبة على المغاربة. راه هذا الشيء اللي كيفسر كذلك تزايد الهوة وانعدام الثقة وفقدان المصداقية ديال المواطنين إزاء المؤسسات المنتخبة أو إزاء الأحزاب أو إزاء واحد العدد الأمور، مع العلم أنني لست من الذين يوجهون اللوم واعتبار بأن الفساد موجود فقط، أنت تكلمت على القضاء عند المنتخبين، الفساد مع الأسف موجود في الإدارة وموجود في القضاء وموجود عند المنتخبين وموجود في أوساط متعددة. فبالتالي حذري كذلك أننا نسقطه في الاعتبار، لأن البعض، وهذه فكرة خطيرة، البعض يمكن يغطي خطابه بهذه الأمور باش يقول لك بأنما في نهاية المطاف نحن لسنا في حاجة لا لبرلمان ولا لمؤسسة منتخبة ولا لمجالس بلدية ولا لمجالس جهوية، وهاد الناس ما خصناش نعطيهم الصلاحيات، لأن لا عطيناهم الصلاحيات أنتم كتشوفوا غيبداو يخطفوا، وبالتالي من الأحسن أن تكون كل شيء ممركز، وأننا نعود عمليا إلى تراجع على كل مسعينا إلى أننا نبنيوه على مستوى الديمقراطية. لأنه يمكن ما بغيتيش تجيب الموضوع ديال المبدع ثاني تعبر فيه على موقف، ولكن واش كتشوف بأنه الترشيح ديالو لرئاسة لجنة العدل، لجنة الداخلية، كان يعني أحد الأسباب هو عنده متابعة؟ من دون شك، من دون شك. لو كان لي أنني نتكلم معاه كنعرفو، كان معايا في حكومة، عندي مع علاقات، ما بغيتش نعلق على الجوانب الأخرى، راه القضاء غيقول كلمته. لو كان لي أنني نهضر معاه قبل ما يقوم بالترشيح كنت ننصحه باش نقول له ودي الله يهديك، يعني من الأحسن أنك تعدل على هذه الفكرة. مع الأسف ما كانتش عندي هذه المولد. الموضوع ديال لجنة الصداقة المغربية الإسرائيلية اللي ظهر أنك كنت ظهر الاسم ديال نائبة يعني من الفريق ديال التقدم الاشتراكية عضو فيها، ولكن بعد ذلك استدركته وطلبته من طريق رئيس الفريق مجلس النواب أنه يسحب العضوية ديال الحزب ديالكم. شنو الوقع في هذه القضية؟ لم نكن على علم كحزب بهذا الأمر، اللي هو نتاج ديال خطأ إداري ارتكب. شنو هذا الخطأ؟ ارتكب خطأ إداري من طرف إدارة فريقنا في مجلس النواب عند توزيع مختلف الأسماء اللي كتشكل الفريق ديالنا النيابي بمجلس النواب. راه كاين 160 حسب ما أذكر لجنة ديال الصدقة، فبالتالي كيطلبوا من كل فريق انه يوضع الناس، مع الاسف دون استشاره للحزب ولا حتى رئاسه الفريق. ووقع هذا الامر هذا بوضع اسم رفيقتنا في هذه اللجنه، يبدو انها نبهت الى هذا الامر في وقته، لكن لم يتم الاخذ بذلك حتى تعنت اللائحة في الموقع ديال مجلس النواب اللوائح المختلفة، وهنا اكتشفنا احنا كذلك. فقمنا باللازم، قمنا باللازم. مش مرتاحين في هذه العضوية في هذه اللجنة؟ اولا عمرها ما كانت لجنة، ما كايناش لجنة غير مفعلة. اولا هي لجنة تم احداثها لكن عمرها ما تفعلت، عمرها ما اجتمعت وعمرها ما تفعلت. اولا ثانيا لما اكتشفنا ذلك خدينا مسؤوليتنا وطلبنا من رئاسة الفريق أنهم يرسلوا رئيس المجلس، وهكذا فعل، ومن أجل الإدلاء بأننا احنا ما عندناش رغبة أن نكون في هذه اللجنة. علاش؟ راه الموقف اللي قلناه اليوم
على إطار الاجتماع ديال البارح ديال المكتب السياسي اللي عالج كما قلت هادشي ديال العنصرية وتنامي اليمين المتطرف وهادشي ديال إحراق القرآن والمصحف الكريم بسويد إلى غير ذلك. تناقشنا كذلك على الموضوع الفلسطيني. نحن نعتبر أنه في الحزب أنه بقدر ما اعتبرنا تفهمنا إقدام المغرب على الخطوة الثلاثية مع أمريكا ومع إسرائيل بارتباط مع القضية ديال الصحراء ومصلحتنا الوطنية وحاولنا نفسر ذلك وتفهمنا لهذا الأمر، بقدر ما عندما رأينا ونرى إلى اليوم كما يقع في جنين بشكل إجرامي وعدواني غير مقبول هاد المظاهر ديال الجبروت ديال إسرائيل، هاد المظاهر ديال العدوان اللي متسلط على الشعب الفلسطيني في مختلف أنحاء التراب الفلسطيني بشكل متكرر، كلما أتيحت لنا الفرصة كنا نقول بأنه أولا نندد، وحنا كنسجلوا باعتزاز كبير أن المغرب الرسمي كذلك يندد، وأن صاحب الجلالة من خلال المواقف الصادرة بالصفة ديالو ديال الرئيس ديال اللجنة ديال القدس هناك وعي بأنه يصعب المضي قدما في العلاقات مع إسرائيل، ونحن نلاحظ هذا النوع ديال 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 التصرفات. فبالتالي مسألة أننا تكون هناك خطوات إيجابية وبناءة ما يمكنش تكون من طرف واحد، سواء تعلق الأمر بالمغرب أو تعلق الأمر بأي بلد عربي آخر. ولذلك نحن نؤكد بقوة مجددة اليوم بأنه طيب هذه المقاربة الثلاثية اللي تضعت واللي فيها كذلك مصالحنا الوطنية مطروحة، لكن أن نتقدم في علاقتنا مع إسرائيل وهما يقتلوا يوميا وكيقمعوا الشعب الفلسطيني وكيقتلوا الأطفال ويهجموا على المخيمات الفلسطينية والقنابل وغزة وغير ذلك، هذا الشيء كامل غير مقبول وما يمكنش نقبلوه أبدا، وما يمكننا إلا ننبهوا إسرائيل لرفضنا لعدوانها. وإحنا في هذا السياق لا يمكن وفي الظروف أننا نشاركوا في واحد اللجنة ديال الصداقة، الصداقة معاش مع هذا الشيء ما يمكنش، مع تفهمنا أنه يمكن تكون هناك إذا قامت إسرائيل بخطوات اللي كتنشد حقيقة السلام واللي تفتح يدها باش الحقوق ديال الشعب الفلسطيني تولي مصونة وندخلوا في مسلسل سلام ديال السلام حقيقي، ماشي أنها كتضرب عرض الحائط كل الاتفاقيات السابقة وكتدير ما بغات على جميع المستويات. كنت نسمع لنتنياهو هذا الصباح في الاخبار يعني كيقول هذا الشيء اللي درنا في جنين غنديروا اكثر منه، طالما ان كاين هناك اللي كيسميها هو عمل ارهابيه، يعني الناس مابقات عندهم حدود مابقى عندهم فرانات كما كنقولوا بالدارجه. لذلك لجنة ديال الصداقه نساهم فيها. بالنسبه لموضوع الحريات الفرديه وتعديل مدونه الاسره يعني اثير جدل مؤخرا وبيتركز فيه على نقطة اللي كتعلق اللي أثارت نقاش وجدل اللي هي العلاقات الرضائية، إباحة العلاقات الرضائية، عدم تجريمها في القانون الجنائي، وأيضا تجريم زواج القاصرات. يعني تبعنا بعض المواقف منها موقف ديال إذا كانت يقولوا كيفاش بغيتوا تسمحوا بالعلاقات الرضائية تمنعوا زواج القاصرات، إذا هذه سياسة لتشجيع الفساد. ولا نسى عبد الحق اعتقد انه ما خصناش نسقطوا في الفخ ديال تلخيص القانون الجنائي. انا خديت غير نقطه واحده يعني هنا اثارت جدل يعني تصدق انا عرفت لانك تاخذ هاد سي فرنسيين كيقولوا سي راكورسي داكو، بمعنى انه باش تقتل شي حاجه خذها في طبيعتها المرتبط بويل للمصلين هي هادي. لذلك المسألة ديال القانون الجنائي ما مطروحاش فقط في مسألة العلاقات الرضائية، بل هي أكبر من ذلك بكثير. مسألة مدونة الأسرة ما مطروحاش فقط في الشق المرتبط بزواج القاصرات. فبالتالي احنا في الحزب عندما نقارب موضوع نقاربه في شموليته،
ونرجع ماشي انا هربش من السؤال ولكن نرجع لما نقول لك بانما بعدا رانا قانون جنائي متطور حديث اللي كي ياخذ بعين الاعتبار كل ما وقع من تحول منذ بدايه الستينيات. وقع شي تغيير طفيف في بدايه السبعينيات 73 بالضبط والشيء الاخر شكلي، ولكن عندنا قانون اللي كيعود لهذه الفتره ديال الستينيات، قانون جنائي. وعندنا اليوم دستور جديد بنكهه، واش منفذ ولا ماشي منفذ، بالمتن الدستوري المغربي فيه مرجعيه يعتبر من احدث واحسن الدساطير عالميا بالنسبه لطبيعه الحقوق اللي فيه، الاجيال الجديده كامله ديال الحقوق اللي مطروحه تما. يعني حقيقه الى درجه ان البعض قال تحشر فيه واحد العدد ديال الامور اللي يمكن تكون متناقضه فيما بينها في بعض الاحيان، ولكن كاين موجود. والقانون الجنائي كيستنبط الروح ديالو، وهو اقوى قانون من بعد الدستور من الدستور. دونك خصنا دستور جديد، والدستور الجديد خصنا تكون عندنا القدره اننا نناقشوا ماشي كموضوع اولي، لكن نناقشوا منظومه الحريات ككل. كيف سنتعامل مع هذا الامر بالنسبه للعقوبات البديله؟ ها هي الحكومه دارت شي حاجه على هذا المستوى. الى اي حد يمكن نحسنوا تعامل مع كل ما هو عقوبه جماعيه، عقوبه حريه جماعيه، حريه فرديه كذلك. شنا هي الامور اللي اليوم لا يستصاغ اننا نبقاو نتعاملوا معها ونعاقبوها بحال اللي كنا كنعملوا ذلك هذه ازيد من 50 عام. مثلا واحد العدد ديال الامور اللي هي انا ما كنعتبرش مثلا العلاقات الرضائيه مثلا موجوده ولكن ما كاينش غير هذا الشيء. كاين الوضعيه ديال المراه، كاين الحريه ديال الفرد، كاين حريه التجمع، حريه الى غير ذلك. وخا القانون ديال الحريات يعني كيمكن الظاهر ديال الحريات كيمكن ينظم هذا الامر، لكن عدد ديال الامور، حريه الصحافه اللي موجوده اللي البعض منها مشات تحشر في القانون الجنائي وتعلمون ذلك. يعني كاين عده امور خصنا ناخذوها في شموليتها. انا غنرجع لك العلاقات الرضائيه لان بغيت نقول فيها شي امور ما فيها باس بلا ما نهربوا منها، ولكن بلا ما نلخصوا كل ما نقوم به اليوم، ولكن وكاننا احنا ولا البعض خارج، يمكن البعض كيديرها ولكن ماشي احنا في حزب التقدم المشتركه، بينما باغي يلخص كل شيء فخرج دافع على الحريات الرضائيه. لا لا لا، انا كندافع على امور مرتبطه مثلا مناقشه الاعدام، مثلا مناقشه الاجهاض، مثلا الاجهاض فيه نص، يعني فيه نص توافقي، فيه نص ولكن لحد الان ما داش، راه دازت عليه سنوات مازال ما داز، ما داز لا في القانون الجنائي لا كان نص متفرد، ما داز والو لا هذا ولا ذاك. دونك كاين واحد العدد الامور اللي خصها تناقش واللي حنا وضعنا فيه مذكره غنعنوا عليها مع الدخول بدون شك في شو تنبير، وكان جالسين كنحسنوا فيها بارتباط مع الاستشاره مع واحد العدد ديال الاطراف باش تكون استشاره واسعه وباش ناخذوا، وحنا في اطار التجميع النت ديال هذه الحركه الاجتماعيه والمواطنه ونحاولوا كنحاولوا ناخذوا اوساط حقوقيه، اوساط نسائيه، خبراء في المجال ديال القانون الجنائي الى غير ذلك باش نحاولوا نوسعوا. هذا الطرح فينا هو كيف يمكن ان نجد صياغ اللي نتوافقوا عليها في هذا المجتمع، مثل ما توافقنا على قانون المدونه ديال الاسره ديال 2004، راه كيمكن نلقاو بلا تعصب بلا تشنج بلا اعتبار بانما اللي كيقول شي حاجه من هذا النوع راه كيخدم مع اوساط خارجيه. الله يهدي الله يهدي، واش انا خدام مع شي اوساط خارجيه؟ الله يهديك صاحبي الله يهديك صاحبي الله يهديك. واش حنا خدامين مع 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 اوساط خارجيه؟ واش حنا مخلصنا شي حد؟ حنا كندافعوا على اراء ومواقف نتناقشوا ونوجدوا فيها كيف يمكن اننا نتقدموا، وفي نفس الوقت ناخذوا بعين الاعتبار ذاك المفهوم ديال الدستور اللي فيه كل شيء. راه فيه شنو فيه الدستور؟ فيه الاسلام طبعا، ولكن فيه كذلك الاختيار الديمقراطي، وفيه التبني النصوص الدوليه والمرجعيات الدوليه.
يعني في والكونية يعني راه فيها هادشي كامل أرى نلقاو هذا هو الصواب. أما أننا نسدو على رأسنا ونزيدو نتراجعو في هادشي هذا ما يمكنش. هذا بالنسبة للقانون الجنائي وننتظره بالطبع سنسعى حنا من طرفنا أننا ندعموا الجانب التحديثي التقدمي التحرري في هذا الباب. هذا دورنا حنا حزب يساري حنا حزب اشتراكي الأصل يعني سنقوم بذلك طبيعي. وكذلك الشأن بالنسبة لمدونة الأسرة لأنه صاحب الجلالة أكد على ذلك في خطابه بأنما ذاك الشيء اللي تمت المصادقة عليه في ذلك الوقت راه وقع فيه إنا في التطبيق وفي التنفيذ. وهذه مناسبة باش نطرحوا مختلف المواضيع بما فيها الإرث بما فيها الزواج القصيرات بما فيها الولاية الشرعية بما فيها واحد العدد ديال الامور اللي مطروحه الكفاله وضعيه الاطفال الطلاق الى غير ذلك. هادشي كله فيه واحد العدد ديال الامور التي يتعين اننا نناقشها. الان هذا الارتباط اللي كتكلم عليه العلاقات الرضائيه يعني بغينا ولا كرهنا احنا ربما عايشين واحد شويه ديال السكيزوفرينيا على هذا المستوى لانه راه في المجتمع راه موجوده وفي جميع الاوساط الغنيه منها والفقيره موجود. هذا واقع موجود في نفس الوقت في التعبيرات الرسميه ديال المعنيين بالامر يمكن يكون من الممارسين للعلاقات الرضائيه لكن من الرافضين لها تصريحا خاصه عندما يتعلق الامر باقاربه. فهذه امور اللي راه عمليا موجوده وراه ماشي راه فقط هناك سعي الى انه بالشكل المناسب ان نجد صياغ اللي تجعل بانه بلا ما نمسوا بعض المرتكزات الدينيه. وفي المرتكزات الدينيه بالمناسبه راه حتى شي حد ما كيمتلك الحقيقه المطلقه ما كاينش شي واحد اللي كيمكن ينصب راسه من غير امير المؤمنين ومن غير المؤسسات اللي هي رسميه ديال البلاد في هذا البال. ما كاينش شي واحد اللي يمكن ينصب راسه في احسن الحالات عندك قراءه معينه ديال الاسلام مع نكهه سياسيه داخله فيها. وقعنا المؤسسه الدينيه في المغرب غادي تقبل؟ لا 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 ما كنتوقعش. انا كنتوقع بانه كنت كتوقع انت ان المؤسسات الدينيه في الـ في الـ في الـ في الصيغه ديال 2004 انها تحد بشكل كبير من تعدد ديال الزوجات وتردوا مقرون بشروط. لا لا ماشي المنع ولكن تحد. كنت كتوقع انت بانه المسؤوليه في الاسره كتولي مسؤوليه مشتركه بين الرجل والمراه كما ادخل ذلك على مستوى القانون ديال مدونه الاسره. لا ولكن ماشي في المستوى وقع تقدم. حنا سنسعى الى انه عاود يوقع تقدم على هذا المستوى بما يساير هذا الدستور الجديد بما يساير العصر وبما لا يمس بمقومات المجتمع المغربي في واحد النوع ديال المزج الخلاق المثمر بين بعض القيم وبين هذا السعي الى اننا نكون منخرطين فيما هو كوني دون المساس بمرجعيتنا الاساسيه. ولكن راه مرجعيتنا الاساسيه راه كنعاود ناكد عليها راه فيها الاسلام والاسلام المعتدل الاسلام كما هو منصوص عليه كما هو ممارس وكما هو منصوص عليه في الدستور. ولكن راه فيها كذلك الله الوطن الملك الاختيار الديمقراطي فيها المرجعيه الدوليه كما قلت لكم فيها هادشي كله موجود في الدستور. داك ما نمشيش فقط نشدوا في مساله ونعتبروا بانه هكذا كان المغرب دائما. وهادشي اللي جعل ان المغرب مع ذلك اشتراك ما هادشي كله اللي قلت لك ديال الوضع الاجتماعي وخصنا نحضيو معاه وكذا هذا التماسك اللي مازال موجود لانه كيستطع يمزج بين كل هذه المقاربات. وإلا مشينا حتى درنا مقاربة وحدة وغلبناها هذا الأمر هو اللي يمكن يؤدي إلى خلخلة الأوضاع والتماسك اللي يمكن يكون في البلاد سواء كان تطرف في الجانب التحديثي أو كان تطرف
في قراءة معينة ديال الإسلام. تعرف سي نبيل أنه في الأوساط القروية أنه كاين الشباب اللي هما قاصرين يعني 17 عام 16 سنة تيتزوجوا. الآن إلا تمنع زواجهم كقاصرين فيما بينهم، كنتكلمش على واحد عنده سن كبير كيتزوج بواحدة قاصرة، يعني فرق كبير ديال السن، واش يكون سماح للزواج ديالهم ولا نخلوا لهم العلاقة الرضائية؟ هذه يمكن لي نقول لكم بأنه أصبحت ظاهرة قليلة جدا 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 لسبب بسيط بعد بداية اقتصادية، هو لأسباب معيشية اقتصادية، لأسباب سكنية، لأنه اليوم الجميع يقر بأن سن الزواج ارتفع ويتجاوز ربما المعدل دياله حتى 30 عام، لأن الناس عندها صعوبة سواء في المدن وبالأعراف القرى باش يلقى فين يسكن، باش يلقى أرض بالنسبة للقرية، ولا يلقى شي مجال يخرج من عند باه ومو، وما يصدقش ساكن مع باه ومو ولا مع الأب والأم ديال المرأة بالأحرى مع الأطفال مع هادشي كامل. دونك هادشي أصبح قليل جدا جدا، ما يمكنش يستدل أي كان بحالات قليلة موجودة هنا وهناك، أو استدلنا بكون أنه واش غنعملو في حالة الاغتصاب. دابا يستصاغ أنه بنت عندها 16 عام ولا أقل، حتى 11 عام بحال داكشي اللي شفنا بالنسبة لتفلت، الواقعة ديال تفلت، أنه يوقع الاغتصاب ديالها وزعما سوا ديزون باش نصلحوا الموضوع شنو غنديروا، غنزوجوها بهذاك اللي اغتصبها. كيفاش كتصوروا الحياة ديال هذه البنت هذه؟ كيف يستصاغ انك تفسر لي الامر بهذه الطريقة؟ فلذلك الله يخليك غير شوية نفتحوا عقولنا ونفهموا بأنه التطور وقع، وقوة الإسلام هو في قدرته كذلك على أن يتأقلم مع حفاظه على التوابيت الأساسية، وديك القراءات الحرفية ديال النص بأن النص يقول، لا سيدي راك كتقرا أنت النص هكذاك، راه كاين فقهاء في الإسلام اللي كيقراوا النص بشكل مختلف، وكاين دول أخرى فيها قراءة ديال نفس هذاك النص في قوانينها بشكل آخر، فبالتالي غير نفتحوا عقولنا ونكونوا مستعدين نناقشوا، وما يكونش أي موقف رافض للآخر أو إقصائي، أو أن اللي كي يقولوا بعض الأمور مرتبطة بالتحديث وبالحرية المطلقة وبغير ذلك، أنا ما عنديش مانع مع هادشي، ولكن سياسيين كنفهم أن المجتمع خصو توازن، وأننا خصنا نلقاو حلول وسطى، ولكن الحلول الوسطى باش تكون وسطى فعلا كيتكلموا، حنا كنتكلموا في اللغه ديالنا على كومبرومي بوزيتيف، كومبرومي بوزيتيف حل الوسط الايجابي، كيخصو يكون دائما خطوه الى الامام، خطوتين الى الامام، ما يمكنش يكون كيكرس الجمود. هذا الموضوع كيخصو حلقه خاصه وحدها باش يمكن نتناولوا فيه عدد من المواضيع على مشارف يعني نهايه هذا اللقاء معكم سي نبيل وحيث معكم شيق. لقيتنا انا كتلاحظ الا سمحتي وكراني كان راني متعمد ذلك، نعم، انني في مواضيع اللي هي مجتمعيه اساسيه ما كنحاولش نبحث على الاصطدام، نعم، كنحاول نبحث على تقريب وجهه النظر، لان هكذا احنا معمولين في حزب التقدم الاشتراكيه، ما كنحاولش ننساق تماما وراء، ورغم اننا احنا مثلا مع المساواه المطلقه، ربما مش ما غنفاجئش البعض، مع المساواه المطلقه بين الرجل والمراه مطلقه على جميع المستويات، لكن نعلم بانه ما غنوصلوا لهاش 100%، ما يمكنش، لان كاين اخرين اللي عندهم تاويلات اخرى، ولكن ايوا شويه ربي وشويه العبد، وحنا الا طلقنا من هذه الجهه انتم فهموا من هذه الجهه، فلذلك نسعى الى تقريب وجهه النظر بلا تشنج بلا تعصب بلا اننا نشعلوا الفتنه في المجتمع، بامكاننا ان نناقش بهدوء وبنضج ديمقراطي كبير. ونحن على مشارف هاد نهايه هذا اللقاء، يعني واحد ربعه ديال الاسئله سريعه إذا كان ممكن تعطينا فيها يعني الرأي ديالكم أو توضيحات بشأنها. إعلان ترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال، والتعيين الملكي الفوزي القجع على رأس اللجنة التي ستعد هذا الملف. يعني هذا الترشيح ربما هذه قيمة مضافة بالنسبة للترشيحات الأخرى، يأتي في ظروف مناسبة جدا،
لذلك ما يمكننا إلا ندعمه في ظروف مناسبة جدا. أولا جو النية، جو الربح للسيدو لاغان، جو المونديال، جو هو حتى الشبان ديال 23 عام خلعونا شويه البارح، ولكن الحمد لله توما تاهلوا للنهائي وتاهلوا للالعاب الاولمبيه. اذا هذا الجو هذا اللي الحمد لله اللي موجود، لان ربما هو يساهم اليوم في تلطيف شويه هذه الاوضاع العامه الاجتماعيه اللي تكلمنا عليها، وبالتالي باش يدكي هذه الروح الوطنيه ويقويها ياتي في هذا الجو. ثم هو ترشيح اللي مشترك فيه دلالة عميقة مع اسبانيا مع 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 البرتغال. ها احنا نعود الى تلاقح، ماشي في الخطاب ديال الغرب اللي انتقدته قبيله، تلاقح الحضارات، تقاربها، الشمال الجنوب، اوروبا، بلد عربي امازيغي مسلم منفتح على افريقيا وجذوره في افريقيا، بلد ينتمي كذلك للامتداد العربي للامتداد الاسلامي ككل، مع جوج ديال الدول الاساسيه في الاتحاد الاوروبي اليوم. يعني هذا يعني ترشيح اللي يمكن يحمل رمزيه كبيره وعنده حظوظ ديال النجاح، عنده حظوظ ديال النجاح بالنسبه، عنده حظوظ ديال النجاح كبيره. تعدين ديال فوزي القجاع وزير منتدى برئيس الجامعة الملكية، ملف ديال الترشيح تنقول لك شوف شوف بغض النظر بغض النظر ربما مهام كثيرة فعلا فعلا مهام كثيرة، هذه مهمة مؤقتة وإن كانت مؤقتة لمدة على الأقل 6 سنوات اللي غاتفصلنا. مي بون نقول لكم واحد المسألة في هذا الأمر هذا اللي خصو شوية ديال شنش ديال الإيمان، خصو شويه ديال الامور اللي غير عقلانيه. كنت باغي نقول لك النيه، باغي نقولها لك بالفرنسيه سا باس مي سا مارش بوغ فوزي، سا مارش بوغ فوزي، وخليها الحمد لله، نتمنى له مزيد من التوفيق. سا مارش، ما كنتكلمش على فوزي الوزير، فوزي الوزير راه كيعرفني وعندي معاه علاقه طيبه ويمكن لي نهضر معاه في القضايا الاقتصاديه وفي الحكومه وفي كذا، وطبيعي هو يتفهم ذلك، لكن يعني أبلى البلاء الحسن على مستوى رئاسته للجامعة الملكية لكرة القدم، الشيء اللي درناه بالنسبة للمونديال في قطر وهادشي اللي كنديروه دابا في الاو 23، بالتالي كيدار لي يمكن يلعب دور أساسي ودور إيجابي بالنسبة لهذا الترشيح. هناك علامات استفهام حول علاقتكم بالحزب الشيوعي الفرنسي، لما استدعاكمش مع الحضور يعني الحفل السنوي في السنة الماضية وهذه السنة ما عرفتش واش تحضروا أو لا؟ ما غنحضروش دون ان نعطي لذلك شي اهميه بالغه. علاش؟ لانه مع الاسف في الواقع حنا في علاقتنا مع الحزب الشيوعي الفرنسي، وانا عشت ذلك بشكل مباشر خاصه لما كنت طالب في باريس، علاقات دائما كانت فيها توتر لجوج الاسباب ماشي سبب واحد. السبب الاول يمكن ناكدوا عليه هو قضيه الصحراء، وانا غنرجع لها، لكن السبب الثاني اللي كان دائما موجود هو ان الحزب الشيوعي الفرنسي كانت عنده واحد النوع ديال الابويه ازاء بعض الاحزاب خاصه تلك المنتميه لمنطقه المغرب العربي، بالنظر للتاريخ ديال الاستعمار او ديال الاستعمار بالنسبه للجزائر، الحمايه بالنسبه لنا، بالنسبه لتونس الى غير ذلك. وحنا في الحزب منذ الاربعينات، منذ 46 بالضبط لما مغربنا الحزب، عبرنا لهم بان علاقات وديه نعم، لكن الخضوع باي شكل كان لتوجهاتكم وكذا لا. ومارسنا هذه الاستقلاليه القرار كما مارسناها في كل علاقاتنا داخل المغرب، في العلاقات مع الاتحاد السوفيتي، مع الشينوا، مع الجميع، هكذا كان. وهادشي علاش حنا باقيين، وكون كنا بحال احزاب اخرى كنا رافنينا، وكنا تابعين وتابعين وديليين لاي كان. دونك هذه المساله عمرهم ما تقبلوها بدايه، وعشتها معهم في كامل المناسبات منذ 74 75 مع الاسف انساقوا وراء الطرح الجزائري. علاقتهم لم نتهمهم، ولكن كاين علاقات قويه بيناتهم. شنو طبعها؟ واش هي فكريه وايديولوجيه فقط او فيها جوانب اخرى؟ جعلت انهم بقوا دائما كيميلوا للطرح الجزائري، ولكن بواحد النوع ديال التعصب
اللي كانوا كيعتبروا فيه وكتبوها مرارا وتكرارا فيما يتعلق بالواقع المغربي، بموقع الملكية في المغرب، بتعاملنا نحن مع هذا الواقع، عمرهم ما فهموا بأنما هكذا نتعامل نحن، احنا ما كنعطيكمش دروس بالنسبة لتعاملكم في فرنسا، وبقت الأمور هكذا. اليوم ما زاد الطين بالله هو أنه ولا على رأس شركة حزب، ماشي الحزب شوية، ولا على رأس ليمانيتي الجريدة، واحد السيناتور شيوعي اللي منحاز تماما يعني أكثر من غيره، مجمق بسد مع الجزائر تماما. اسمحوا لي تكلمت بهذا التعبير. صافي هما استدعاكمش السنة الماضية، بقاو كيدوخوا علينا، اسمح لي كيقولوا لنا شي كلام في الوقت اللي هذه 50 عام. انا شخصيا دوزت شي 10 ديال الاحتفالات باليومانيتي، ودرنا الستاند ديالنا وبتنا تما، ودافعنا على الموقف ديال الصحراء، ودافعنا على المغرب، ودافعنا على الديمقراطيه، وبعنا الكتب، واستضفنا ناس، يعني كان الخلاف ولكن كنا موجودين والسلام. هكذا هي الاحزاب المتحضره يمكن ان تتعامل. مع الاسف هذا التشنج بدا هذه مده، واستغلوا الكوفيد، والسنه الماضيه ما قالولناش بصريح العباره، بقاو يمطلوا فينا في الاخر، ما خلاوناش نديروا الخيمه ديالنا، لان يعني مولفين كنديروا خيمه مخزنيه كنديروها تما. وهذه السنه قالوها لنا بشكل رسمي. اسيدي اللي ما بغناش حتى حنا، راه هذاك لافيد ليمانيتير ما عندناش حنا شي حاجه اساسيه، حنا كنا كنستغلوها باش نتلاقاو مع الشيوعيين عبر العالم، مع التقدميين، مع اليسار، وندافعوا على مواقف بلادنا ونعرفوا به. راه عندنا اساليب اخرى باش نقوموا بهذا الامر، يعني ما غي خاصه انه لا ليمانيتي، يعني هادشي ما كنتشفاش، ولكن لا ليمانيتي كجريده ولا الحزب كحزب ما هما فيما كان عليه قبل عقود من الزمن، يعني راهم ولاو مع الاسف في وضع اخر في المجتمع الفرنسي. الاسئله، هل تتوقعون تعديل الحكومي؟ خص انه جرى الحديث يعني كثيرا بانه سيكون هناك تعديل، وهل هناك حاجه لهذا التعديل؟ بصراحه يكون ما يكونش، لا اعتقد ان هذا الامر غياتي بشيء جديد. طبيعه الحكومه هي الطبيعه اللي ذكرتها، والتعديل ما غير والو في هادشي. ربما بعض الناس في وزارات، ربما هادوك اللي اعتبروهم كفاءات وقالوا لنا بان ما غتكون حكومه الكفاءات، واكتشفوا بانه ما كاين لا كفاءه ولا قدره سياسيه، ربما انهم يغيروا البعض من هادو. ولكن عموما الحكومه غتبقى حكومه ضعيفه سياسيا إذا لم تغير، إذا لم تهتم بالمواضيع السياسية الكبيرة، إذا لم تقوم بالإصلاحات الاقتصادية المنتظرة، إذا لم تكون في مستوى الوعود اللي قدمتها على المستوى الاجتماعي، غتبقى كما هي. وهاد الحكومة بالتالي ماشي تغيير 3-4-10 كاع ديال الوزراء بوزراء اخرين هو اللي غيغير شي حاجه. المساله محتاجه حقيقه الى اننا نعيد النظر في المقاربه العامه قولا وفعلا، وانه تكون حكومه تستغل، بما انكم كتقولوا بان ما عندكم 5 مليون ديال الناس اللي صوتوا عليكم، عندكم اغلبيه مطلقه، وعندكم مجلس النواب كديروا فيه ما بغيتيو، ومجلس المستشارين كذلك، واستغلوا هذا الامر ودوزوا اصلاحات وكونوا قادين بها، وجيبوا سياستكم وعبروا عليها. درتيو التعديل ولا ما درتيوش؟ ولاش غتنتظروا التعديل باش ديروا هادشي؟ علاش نديروه بعدا دابا قبل ما يجي التعديل؟ لما يجي التعديل غادي تعطيو عاوتاني شي خطوه. دونك التعديل بالنسبه لنا حنا مساله يعني ماشي هي اللي غتكون اساسيه. في نهايه اللقاء سي نبيل، فين غدوز العطله ديالك هاد الصيف؟ والله كنتكلم معاك الا ما عارف بالضبط، لانه هو لحد الان باقيين نشتغل. عندي سفر اللي غنلبي من دون شك فيه، على الاقل عندي هذا الربان اللي نلبيها، لان تلقيت دعوه من الرئيس الفلسطيني هناك احياء للذكرى 75 ديال النكبه في رام الله.
وفي هذه الظروف أنا أعتقد أنه سيكون مفيد أنني نكون حاضر، لكن هذه مش عطلة، هذا عمل نضالي بداية، وفي نفس الوقت تكون عندي فرصة أنني نرجع مجددا بعد الزيارة اللي كنت قمت بها كأمين عام في 2013 على رأس وفد حزبي. الشيء الآخر الله أعلم أن بين الأيادي بشكل طبيعي ديال الزوجة ديالي ديال الزوجة ديالي وديال بنتي الوحيدة الفريدة اللي كنتمنى، خاصة أنها الحمد لله مجتهدة في القسم، وأنها في بعض الأحيان كتفرض عليا الشروط ديالها، ولكن أنا قابل الغلب الله، دونك اللي بغاتو غنديروه إن شاء الله في شهر ديال غشت، ربما في شي داخل المغرب، ربما في الخارج، ما عرفتي. لا إلا 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 كانت في الخارج في شي بلد اللي كتبقى فيه الظروف مخففة شوية، لأن شعلات الأسعار بواحد الشكل فظيع بالنسبة للنقل الجوي، وشعلات الأسعار بالنسبة بواحد الشكل فظيع من بعد الكوفيد بالنسبة للفنادق وغير ذلك، يعني هذا الشيء ولا في غير المتناول بالنسبة لعموم الناس، وكأن لا أصحاب السياحة ولا أصحاب النقل الجوي كيحاولوا يستدركوا ما ضاع بالنسبة لفترة الكوفيد. فوالا عموما هذا هو اللي يمكن يكون. سي نبي عبد الله الأمين العام لحزب التقدم الاشتراكية، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار. متتبعينا نشكركم على متابعتكم، ونضرب لكم موعدا في حوار آخر على موقع اليوم 24.